ذكر الحكيم وبين أمثلة شعبية وأمثلة قادمة وقادمة جدا. أنت مشكور على هذه الكلمة هذه. وأنا بدوري كما قلت لكم بغيت نعلق على واحد جوج الأشياء ديال اللي تكلمت عليهم قبل، هي ديال السيد الوزير العدل، وبأنه ليس هو الوحيد الذي يتحمل المسؤولية. علاش؟ غير غادي نقول لكم واحد الحاجه، وانا نبغي اللي كيشاهدنا انه هو يحكم. دابا الناس اللي تعاونوا علينا تعاونوا على هذه المهزله هذه من غير السيد الوزير العدل هو جمعيه هيئات المحامين بالمغرب، باستثناء هيئه ديال الدار البيضاء، او كما لقب البعض جمعيه ما تقيش ولدي، لانهم هذوك الناس خلاو فين كاين الداء، خلاو فين كاين الجرح. شنو هو هذا الجرح؟ خص اللي يعرف المغاربه واللي يعرف الجميع انه قانونيا القانون اللي كاين ضمينات المحاماه خلى لكل هيئه نقابيه رسوم تسجيل اللي بغات دير كل هيئه. لذلك طنجه 14 مليون، الدار البيضاء 7 مليون، الرباط 10 مليون، وجدة 9 مليون، بني ملال 8 مليون. كيف يعقل انه محامي، حنا عارفين الوضعيه ديال المغرب، انك الا نجحتي في الامتحان وبغيتي تدخل شي نقابه باش انك تولي محامي متمرن باش انك دير الكابيني ديالك، خاصك تحط واحد لاصوم. هذيك لاصوم اللي كتسمعوها راه تقريبا نقدروا نسميوها فلكيه. هذا هو الداء. الناس اللي مكلفين الهيئة ديال المحامين قال لك انه المشكلة هي كاين واحد الضغط كثرة ديال المحامين المتمرنين، وكاين واحد الضغط فين غتزيدوا هادو. والمؤسف والمؤلم جدا هو انهم كيخرجوا تدافعوا على راسهم. بطبيعة الحال غنلقاو بزاف ناس متمرنين. علاش؟ احصائيات كتقول بان العدد ديال المحامين مع العدد ديال السكان واحد العدد ضئيل عالميا، واحد العدد اللي ضئيل. وانت ملي كتبغي تدخل كتعطي واحد الرسوم تسجيليه قانونيه، ماشي رشوه ماشي تدويره، قانونيا كاينه في القانون. لكل نقابه كتخرج كتقول لك ها شحال بغيتي تدخل عندي، شحال تخلص تنبر، ها شحال تخلص وعاد تدخل عندي. طبيعة الحال بنادم غيمشي ويتقاتلوا مع والديه ويجمع منه ويجمع هنا باش يمشي ويخلصها، ولكن باش غيبغي يدير كابيني راه الله كريم. دونك اش غيدير؟ كيبقى تراس، كيبقى سالاري عند واحد المحامي في واحد الكابيني. دونك هذا هو المشكل، هذا هو الصلب المشكل. هما لا خرجوا قال لك اودي حنا نقاطع العرف، تيقول بانه المحامين في الامتحان ديال المحاماه كيشاركوا باش شنو في الاعداد وفي التصحيح الى اخره، هما قاطعوا حتى الاخر عاد هما جاوا. من بعد الزوبعه اللي وقعت ديال الامتحان خرجوا بانه نحن نشجوبوا بانه الضرب في الناجحين نشجوبوا هذه. ويا عباد الله، يا عباد الله، كنقولوا لكم انتم كما قالت الاخت ابتسام، هناك خروقات واضحه، كاينه خروقات واضحه، وقالها بفمه، قال لك اودي كاين خرق القانون. واحد النقطه اخرى، ملي شديتوا الكونفوكاسيون الاخوان كتقرا لتحت بانه حتى واحد ما عنده الحق يخرج الا بعد مغادره مركز الامتحان الا بعد مرور ساعه انتير ديال الوقت. وقال بفمو شي واحد داز شي نص ساعه ولا ما عرفتش شنو، دخل تليفون تصور. اخوان الله يجزيكم بخير، الله يرحم الوالدين، غير قولوا لينا حنا، غير قلنا علاش غنسكتوا. فمو قال لك خرقت القانون، فمو قال لك ها انت راه تجاوز، وبفمو قال لك كانت عليا ضغوطات. ديك الضغوطات بغينا نعرفوا ديك الضغوطات منين. كنا كنطالبوا السيد الوزير ملي كيدير الندوه راه تيضحك على المغاربه، راه تيكذب علينا. علاش؟ واش عمرو جاوبنا على كيفاش تزاد ديك 1200؟ واش عمر شي حد فيكم سمع علاش الوزير قال لك زدتك 1200؟ واش عمر الوزير سمع قال لك علاش خرقت القانون؟ واش عمر الوزير قال لك شكون اللي دار عليا ضغوطات؟ كيخرج كيهدد، بغى يستعمل العاطفه ديال الناس. كنقراو في الصحافه انه بكى في البرلمان، ابكى الاساسيده. واش عاد شنو هو وزير وتبكي؟ واش عاد شنو هي تبكي؟
راه اما كتكون في واحد الحاله وجدانيه، واحد الحاله ديال الفرح، ديال انك حققتي شي منصب اولا حققتي شي انجاز، ولا كتبكي لانك درتي شي زبله ولا درتي شي مصيبه ولا شي مصيبه كحله طاحت عليك. خصكم تعرفوا الاخوان الحاله النفسيه اللي كنا عليها نهار النتائج. انا كنت مع الدري صاحبي وكنت معاه في داره نهار النتائج، راه بدات تيبكي، راه مو بدات كتبكي، راه واحد البنت راه بانت في لي زورجونس، راه هادشي خصو يسمعوه ويسمعوه المغاربه. هادشي راه كلشي وقع علينا حنا لحد الان. دابا هاد النضال هذا راه كنضحيو بوقتنا. انا اليوم جيت من الامتحان جيت لهنا، من الامتحان جيت انا لهنا. اختي جي من القنيطره، اختي خدامه جات من الرباط، اخوان جي من جميع ربوع المغرب. اللهم انا هذا منكر، حسينا بواحد الظلم، حسينا بواحد الحقره، حسينا بعنصريه. عرفتي ما معنى العنصريه؟ راه اللي متبع الشان مثلا الفرنسي كيسمعوا له موغاسيزم. العنصريه هي ما بين البيضين والعينهم زرقين. وتخيل حنا غا كنا مسلمين وكنا مغاربه وكنا شعرنا كحل وكنحسوا بالعنصريه، كنا تنحسوا بالعنصريه. كيف يعقل انه واحد الطبقه؟ راه علاش كنقول لكم هذا؟ نحطكم في الصوره لان انتم ما ماشي اللي ما كانش في الدومين غير كيسمع ما غاديش بحال داك اللي كيقول لهم كيحسوا من المزوده اللي مشوط به اللي مضروب به. الناس اللي تيقراو معايا انايا ولا اللي تيقراو معنا كاملين وكتشوفو نجح، كتجي تشوف مو ولا باه ولا خال ولا عمو اش كيدير، وكون غيستاهلو، كون غيستاهلو. راه النقطه هذه اللي بنادم باقي ما بغاش يفهم، راه المغاربه نتوما الاخوان اللي حاضرين اخوان الصحفيين، نتوما اختصاص ديالكم ماشي القانون ياك. راه شي واحد الا تظلمو غير المشغل ديالو راه غيمشي عند محامي، الا ما كانش عنده غيدفع طلب، عنده الحق في المؤازره، الدوله غدير ليه محامي. ولكن الاخوان راه المحامين اللي نجحوا، راه المحامين اللي نجحوا ما تعتقدوش انه جاب واحد الطريقه ملتويه وغيجيب لك حقك. راه والله الا جابالك راه غيمشي عند المشغل ديالك غيجبد ليه فلوس غيقول هو نعم ويجي يخرج فيك عيني. عرف باش تعرف باش يجي وما يجيبش حقك. علاش؟ لانه ناجح في طرق ملتويه، ناجح في طرق ماشي شفافه. انا بغيت المغاربه يحسوا بهذا الشيء، هذا الكلام اللي تنقول. حنا شنو بغينا من الشيء؟ راه ملي تندافعوا على الدوله، راه ليطا ديال الاخوان، راه الدوله هذه اللي تندافعوا عليها. حنا راه ما عندناش شي بعد، حنا راه من بعد راه ما ترشحوش مورا هاد الكلام هذا. راه غدا ما غنديرش سميتي في لافيش وغطلع، غندير تصويرت. انا راه ولي دويش، لا كندافع على الدوله ديالي، قانون ديال الدوله ديالي، والمغاربه اللي تيتصنتوا بغيناهم ما يعاونونا، هاي يساندونا، هاي اللي يشوفوا يقولوا الدراري عندهم الحق. راه بصح اللهم ان هذا منكر. هذه هي النقطه اللي بغينا الناس يعرفها، لانه بعد هاد المهزله هادي وتشي واضح. السيد الوزير باقي تيخرج للاسف في الاذاعه، راه كاين الناس ما عندهمش تليفونات. السيد راه كيعرف الرباط ودوزا، وانت جيتي للرباط ودوزا وكتكذب علينا اصاحبي. قال لك كنسولو في لورال والديهم، شرحوا لي هادي الاخوان. قال لك في الشفوي تنسول والديهم. دابا مثلا الاخ انا تنشوفو في اي وقفه كيكون، اي وقفه كيكون، اي وقفه. مثلا انا في الدومين ديال الصحافه غندوز لولده، ولا انا وكيل ولا محامي غندوز لولده، راه غيجي عندي غنقرا الكنيه غنتفكرو نقول هذا السيد هذا راه مسكين ديما كان تيوقف معايا، هذا ولده هذا غنيسر معاه. فين هي الديمقراطيه؟ راه حنا راه انسان، راه العاطفه تتخدم، راه العاطفه الاخوان راه تتخدم. هذا الكلام هذا راه هو اللي بغيت بنادم يفهم، العاطفه راه تتخدم. يعني الكلام اللي تيقولوا لا حللتوه الاخوان غتعرفوا الحقيقه، وغتعرفوا الا قلنا راه هاد الناس بغاو يدويو راه غيدويو، الا قال لك راه كاينه وقفه بنادم راه كاينه وقفه. هادشي اللي تنطلبوا منك، هادشي باش نختم به باش مزيد عطا الله الكلام. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.